إذاعة سلطنة عمان تقدم فرسان من عمان. وقال الراوي: يا سادة يا كرام، إن أهل عمان هم أهل الشجاعة والسلام، وأن سفينة أبحرت من هذا الميناء وراحت تنشر في الآفاق الضياء. اسألوا عن الخيل كل ميدان، أهنا تصهر للمجد عزائم الفرسان. إنهم أهل الحق والحضارة والإيمان، لذا صاروا عبر الزمان هم الفرسان. إنهم فرسان من عمان. فرسان من عمان. التأليف الدرامي مهند العاقوس وبسمة الخاطرية، الإخراج علي بن عبد الله العجمي. الذي هزم القراصنة. في مدرسة للمرحلة الثانوية تسمى مدرسة إحياء التراث، وقف المدير قبل العطلة أمام الناشئة وقال: اليوم الذي لا نتعلم فيه هو يوم زائل، واليوم الذي يعلمنا هو يوم خالد. استثمر العطلة في كتابة قصص تاريخية، وسنكافئ المتميزين منكم بعد العطلة. لم يحب ناصر الكلام كثيراً، بل راح يثرثر بين زملائه: يا إلهي، الواجبات تطاردنا في كل مكان، هذا الواجب سيفسد علي رحلة البحرية. لكنه تحمس حين سمع صيحات زملائه تتعالى: سأكتب عن ناصر بن مرشد، سأكتب عن جابر بن زيد، سأكتب عن الملكة شمساء. فراح يحدث نفسه سائلا: وأنا عمن سأكتب؟ قضى ناصر عدة أيام يحاول الكتابة، لكنه في كل مرة يخفق، ويتوتر حين يتصل به زميله قائلا: تاريخ عمان مثل بستان مليء بما لذ وطاب، فاقطف ما شئت واكتب قصة رائعة يا ناصر. لكن ناصر الذي يحب البحر نسي أمر الواجب، وراح يعد نفسه ليرافق العائلة في رحلة بحرية. هتفت إسراء أخت ناصر: سأحمل معي كتابا عنوانه أسياد البحر، ماذا عنك يا ناصر؟ سأحمل جهاز الآيباد لألعب لعبة القراصنة على متن السفينة. وفي اليوم المحدد انطلقت السفينة من الميناء العماني القديم، وراحت تبحر في البحر العماني العظيم. غفى ناصر قليلا في مقصورته، وحلم بمديره يصيح: اليوم الذي لا يعلمنا زائل، اكتب عن شخصية تاريخية نحيي بها التراث العظيم. استيقظ ناصر وفي رأسه فكرة، فأسرع إلى والديه وأخته قائلا: سأكتب قصة عن قراصنة الفايكينج، إنهم أشهر قراصنة في التاريخ. قالت الأم: هذا جيد، لكن في رأيي من الأفضل أن تكتب من تراثنا. وهل يوجد في تراثنا قراصنة؟ تساءل ناصر. أجاب الأب: القراصنة في كل محيط وبحر يا ناصر، ألم تسمع عن الإمام الشجاع غسان بن عبد الله اليحمدي الذي حارب قراصنة من آسيا؟ ثم رفعت إسراء الكتاب الذي في يدها وقالت: أنسيت أن العمانيين هم أسياد البحر؟ تحمس ناصر، وراح يبحث في الشبكة العنكبوتية
عن الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي، ثم وقف وقال باعتزاز: هو غسان بن عبد الله الخروصي اليحمدي إمام عادل متنور. ابتسمت الأم وقالت: حقا، لقد بويع بالإمامة بعد وفاة الإمام الوارث بن كعب الخروصي، وحكم بالعدل 15 عاما. هتفت إسراء كأنها عثرت على كنز. اسمعوا هذه الأبيات التي قيلت عن الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي: وغسان الهمام إمام عدل، بنار وغى أعاديه أذابا، وقد قطع البوارج عن عمانة، فما منهم لها بالشر آبا، قضى لا ناطق عنه بلعن، لسان شب في ثغر وشابا. أحسنت يا إسراء، قال الأب ثم أردف: يستحق الإمام غسان اليحمدي المديح والثناء، فقد أمن التجارة بين عمان وشرق آسيا وشرق إفريقيا، وفرض عقوبات قاسية على القراصنة الذين هددوا السفن التجارية العمانية. قال ناصر مفتخرا: إنه فارس للحق شجاع وعادل. يكتبون هنا أنه أسس أسطولا بحريا قويا. وقالت أم ناصر: لم يقتصر اهتمامه على البحر، بل اهتم بالزراعة أيضا. شعر ناصر بالحماسة وراح يكتب عن الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي بافتخار، حتى كتب قصة عنوانها الذي هزم القراصنة، وراح يقصها على ركاب السفينة في مساء ذلك اليوم. كان يا مكان في أرض عمان إمام عادل اسمه غسان، رأى بمنظاره أكبر قرصان. استمتع ناصر برحلته وقدم القصة للمدير بعد العطلة. بعد أيام صاح المدير: كل القصص التي وصلتني رائعة، لذلك قررنا أن نطبع كتابا فيه قصصكم ونسميه